عبد الله مسعود، عمري 36 سنة، أعمل في مجال تقنية المعلومات. تعرفت على رياضة الكروسفيت من خلال أنترفيل في أواخر 2015 لما كانوا يجهزون فرع حي الربيع اللي هو أول فرع، فكنت أمر من قدام النادي، فكنت أشوف الفرع وكان جاذب للأمانة لي، ولا كنت أدري وش الكروسفيت ولا أدري وش اللي تقدمه هذه الرياضة إلا لما افتحوا، فقدمت عليهم وشفت النادي وشفت الكلاسات اللي موجودة وسجلت، ومن هذاك اليوم عرفت الكروسفيت، والكروسفيت أقدر أقول إنه غير حياتي. لما سجلت في النادي في أواخر 2015 واستمريت معاهم تقريبا أول 4 شهور، ما أنساها كيف كنت ملتزم بالنادي بشكل كبير، وأتوقع الكل يعرف كيف أنه دائما سجل في الأندية وما نلتزم دائما، يعني هذا الشيء معتاد عند الجميع، لكن هنا قدرت أني أجي بشكل شبه يومي للنادي، وكل يوم أجي بنفس الحماس وبنفس الشعور بشكل عجيب جدا. هذا الشعور اللي أعطاني إياه النادي كان غير وجديد علي تماما، لدرجة أني أنا أصبح عندي طاقة إضافية، حبيت أني أنا أجرب شيء جديد، فرجعت لهوايات قديمة. أنا كنت أحب البايك والسايكلينج كثير وأنا صغير، رحت رجعت شريت بايك وصرت أمارسه بشكل أكبر، وصار عندي هواية ثانية غير النادي، وصرت أجي فيه للنادي أصلا أحضر فيه التمارين. هذا أعطاني بعد آخر أني أنا برضو بجرب، هذا الثقة في النفس والطاقة اللي موجودة اللي حسستني فيها النادي خلاني أنا أجرب أشياء جديدة برا، اللي هي أني أنا جربت أسوي هايك، ثم أنا أسوي مونتينيرينج، وطلعت جبال، طلعت جبال فوق 5000 متر اللي كنت أشوفها بس في الأفلام والدوكومنتري، ثم طلعت رابع على قمة في العالم كليمنجارو. كل هذه الثقة والشعور حصلتها من هنا، فأنا أقدر أقول أنه أنترفيل هو وجه خير علي وغير أشياء كثيرة فيني أنا كعبد الله وفي حياتي كلها تماما. الكروسفيت أول ما جربتها كانت جديدة علي، طريقة التمارين، الحصص، التمرين الجماعي هذا والمنافسة فيه، كلها كانت بالبداية مربكة، وأعترف أنها ما كانت سهلة، إلا أنها علمتني شيء، أنه تعطي أنت كل ما فيك من طاقة عشان تخلص هذا التمرين. هذا الشعور أنه أنت توصل مرحلة أنت يلا تتنفس، لكن تعرف أنك أنت عندك شيء إضافي تقدمه، فهذا علمني إياه الكروسفيت، وعلمني إياه هذا شيء تعلمته حتى خليت أمارسه في حياتي، أنه دائما فيه دفعة أخيرة تقدر أن تسويها لنفسك. لما تخش النادي، وأعتقد أي شخص لما يدخل النادي في البداية ويشوف نوعية الأجهزة والأسولت بايك وكفر تريلا يقول سلامات، يعني وش اللي موجود، لكن أتوقع هذا الشيء المختلف في النادي هو اللي يميزه، هو اللي يخليك أنت تجرب كل يوم شيء جديد، كل يوم تمرين جديد، كل يوم تحدي جديد، وهذا اللي نحتاجه في حياتنا، ما يكون في روتين متكرر وممل، وهذا المميز في أنترفيل، وأود أن الجميع كلهم يجربونه.